مرحبا بكم، مرحبا بكل المتابعين والمتابعات قناة فاس نيوز. مرحبا بكم. دونك كما كنقولوا دابا وليت ولد الدار الحمد لله، كنقدم راسي كولاء إماد الدين دونك المدير العام مسابقة مروكو موديل. الحمد لله جيت لقيت أجواء حميمية جدا ولقيت واحد الترحيب رائع جدا، واللي كما كنقولوا وليت ولد الدار. دونك هذاك الشيء علاش غادي نرجع للمهنه ديالي ولا الحرفه ديالي هو التقديم. دونك غادي نقدم اليوم، غادي نكون واحد الدور ديال مقدم، ماشي غير مدير ديال المسابقه، ولكن دور ديال انني غادي نقدم هذه الحلقه مع ملاك شفيق. ملاك شفيق هي طوب موديل إفران، ويمكن اول مره مدينه إفران غادي يكون عندها لقب. ملاك شفيق مرحبا بك. ملاك شفيق 25 سنه، من مدينه إفران، طالبه في كليه الاداب وعلوم انسانيه بمكناس. شفت واحد لالونس في فيسبوك وصيفط ليهم ومشيت دوزت كاسينك والحمد لله تقبلت. المهم فرحت بزاف بهذا اللقب هذا اللي خديت، وكنتمنى نكون في حسن الظن المدينه ديالي ونشرف بهذا اللقب، وان شاء الله نزيد لقدام بهذا اللقب ونخدم المدينه ديالي ونزيد نخدمها بزاف وندير شي حاجه اللي زوينه. هذه هي المرحله الاولى باش انني نكون في هذه الواجهه، وان شاء الله نزيد من هنا لقدام، نزيد ما احسن والافضل. كنشكر السيد ولاء عماد الدين اللي وقف معايا وساندني، وبصراحه دار كل المجهود ديالو باش انني نوصل لهاد المرحله، وما ننساش العائله ديالي اللي كتشجعني ومسانداني حتى هي في هذا المجال، وكنقول لهم الله يخليكم عليا والله يخليكم ليا يا ربي. فكرت باش انني ندير مسابقه كبرى في مدينه إفران لاول مره غادي تكون فيها، وغادي يكون فيها عده مجالات من مواهب الشباب المدينه. غادي تكون فيها التقديم، الغناء والتمثيل اللي كتراوح الاعمار ديالهم ما بين 16 و45 سنه. دونك كما قالت دونك ملاك شفيق، دونك تكمله لما قالت، هي اننا ان شاء الله غادي تكون هذه المسابقه، فكره هذه المسابقه وهذه المبادره الرائعه هي مبادره سميتها ستار اطلس، اللي غادي تكون كتوخى انها دير الشباب من جميع المدن المغربيه غادي يجيو ان شاء الله العاصمه، عاصمه الجمال كما كنقولوا إفران. دونك غادي يجيو باش غادي نديروا واحد التنقيب، غادي يكونوا معها لجنه، لجنه قويه ولجنه اللي تبارك الله كما كنقولوا عندها وازنه جدا، اللي غادا دير التنقيب على بزاف ديال المجالات، منها المجال ديال التقديم، المجال ديال الغناء، التمثيل وعروض الازياء ان شاء الله، اللي غادي يجيو من المغرب كامل. غادي نحترموا دونك ان ضروري غادي يكونوا ابناء ديال المدينه، ولكن غادي يكون كاستينغ وطني، دونك من كاع المدن المغربيه مرحبا بهم، الف مرحبا. دونك كتوجه لهم انه اي واحد عنده شي موهبه وبغى يشارك دونك مرحبا به. هذه مبادره رائعه قامت بها ملاك، دونك مبادره اللي الحمد لله لا تلقى واحد صدى كبير، وصدى وبدات هذه البوادر ديال هذا الصدى بدات كتسمع في مدينه إفران. دونك تبارك الله غادي يكون مستوى رائع جدا، وغادي تدخل ان شاء الله في الاخر ديالو من بعد ان اختيار ديال الناس اللي غادي يبقاو في الفينال. دونك غادي يكون واحد الحفل كبير، وان شاء الله غادي يكون بحضور عده نجوم، عده اعلاميين، وغادي يكونوا تكريمات لعده فعاليات تبارك الله في مدينه إفران وفي المغرب كامل. دونك على اساس ان باش نختاروا المتوجين والمتوجات في كاع الاصناف، ميكرو، الصوت، عروض الازياء والعروض الازياء والتمثيل. دونك ان شاء الله باش اننا كل واحدين اللي غادي يكونوا من المتوجين، غادي ان شاء الله كل واحدين غادي يكون عندهم واحد السويفي، واحد المتابعه ان شاء الله، باش انه يمثلوا المغرب ويمثلوا الشباب المغربي احسن تمثيل. ما ننساش الشكر للسلطات بمدينه إفران، السيد العامل والسيد رئيس البلديه السيد هشام عفيفي، اللي عجبته الفكره بزاف بهذه المسابقه الكبرى اللي غادي تكون في مدينه إفران واللي الشباب ديالها، وبطبيعه الحال من جميع المدن المغربيه ككل. وكنتمنى تكون مبادرة زوينة وفي حسن الظن لكل أي واحد.
كنشكر قناة فاس نيوز على الاستضافة، وكنشكر العائلة ديالي، كنشكر العائلة ديالي بزاف بزاف، لكل المجهودات ديالها من جهتي أنا واللي كتشجعني بزاف، وكنشكر المغاربة اللي متبعيني بزاف، وكنقول لهم شكرا بزاف، ونتمنى نكون في الحسن الظن ديالكم. الى هنا نصل لنهاية حلقة اليوم. شكرا شكرا جزيلا فاس نيوز، شكرا للطاقم الجميل خلف الكواليس، شكرا كاع الناس القيمين على هذه القناة وهذه الجريدة الراقية جدا. ملاك دونك في بداية المشوار، دونك غادي نوصيك انك العمل والعمل والعمل ان شاء الله، ومرحبا بكم في ستار اطلس ان شاء الله، وعلاش لا فاس نيوز ان شاء الله غادي تكون حتى هي من الناس اللي غادي يكونوا حاضرين في كاع مراحل المسابقه، ولنا الشرف. وشكرا شكرا شكرا جزيلا لكاع الناس ديال افران، قمه في الادب، قمه في الرقي، قمه في الاخلاق، تبارك الله. وشكرا كاع للسلطات ديال مدينه افران، ولكن دائما ودائما اقولها، المرأة المغربية تستحق الأفضل، المرأة المغربية أجمل نساء الكون. إلى اللقاء.